هذا البرنامج الذي خصصنا للحديث عن أيام رمضان في الماضي مع من عاصره من كبار السن. يتواجد معنا في هذه اللحظات رجل عاصر شطف العيش في رمضان، مسعود بن عبد الهادي بن فنيس آل حمادان. نقول مرحبا يا أبو حسن. مرحبا باقي، مساك الله بالخير. وانت بالخير يا مرحبا أبو حسن. أنت عمرك ظني مو بكبير، أنت كم عمرك؟ لا والله عمري فوق 60. صحيح؟ نعم. كم فوق 60؟ 66 67. اللي بيشوفك بيقول يا مخلق وهو في مكيف. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله تبارك الله. أبو حسن أنت عاصرت البادية والصوم. نعم. في الصحراء وتباع البل. علمنا بأول رمضان صمته، تذكره؟ نعم إي بالله أذكره كان اليوم ذا. ما شاء الله. أول رمضان صمته في الشتاء. في الشتاء. الله الله. وعاصرنا الشتاء لا حوالي 9 سنوات و8 سنوات، ثم صمنا في القيد لين قمنا نفطر على الرطب والنخل يصرف. تذكر هذه الحين؟ نعم أذكرها. طيب أعطنا أول شهر صمته. أول شهر صمته طيب. كيف صمت وما اللي قالك صم؟ قال عمي قال صمت على 15 سنة. نعم. وحنا نشوط الوهط للبن في وقت العمق. وش الوهط؟ الوهط شجر اسمه الوهط، نشوطه للبل ونحرقه وتاكله البل في الدهر. نعم. الله الله. وطاح الربيع على نجد وحنا جاكم عسوس من العمق. اي بالله جانت العسوس وجانا الخبر وشلوا العرب على السيارات. اول ما فعت السيارات تجي سيارات. اي نعم في سيارات. انذب كم سنة ان هذا الحين حوالي 50 سنة والله من هوعود 50 سنة في سيارات. الله الله. نعم. وش السيارات فروت خابرين ان 3 فروت اللي جاتنا. نعم. اللي شلوا على هالجماعة وخابرين كل الجماعة تشلوا على 3 فروت. نعم. تنزلوا من هناك وترجع. نعم. واللي محال قاعد هناك نقلات. الله الله. وملبل مشيت على رجله. طيب. مشيت أنا ولد عمي من العمق. أنتوا صايمين؟ حنا صيام فأول رمضان. فأول رمضان أول ما دخل رمضان. نعم. مشينا. نعم. معنا زاد شوي، معنا تمر قليل، ومعنا عشائر فيها لبن، والبل على رأس النتاج قد يتولد البل. نعم. وخذنا ويا معشانا شديتهم منين؟ شدانا من العمق ومسانا في أسفل لهو، وشدنا من لهو وعشانا عند خشم طيب الاسم، ونتج عندنا ناقة وجرانا ولدها ذبحنا ولدها. وين زدكم فيها من تجي؟ عند خشم طيب الاسم وهو تثليث. الله هل ذبحنا ولدها وذبحناه وخلناها معنا نسميه المجرور، علقناه شريح معنا. ركبتها على حوار ركبناها على باكرة على قتلها. الله هل وصارت مني حنة ما شاء الله نحتلبها ونطبخ. كيف سويتوا بلا ركبه الحوار ذا اللي مو بولدها؟ يا ما انتجت الناقه وغمغمنا راسها وسحبنا القعود من عندها وجينا بالبكره وسدحناها وراها، ويوم فتحت راسها وخذنا الغتره من راسها وملل البكره عندها وركبتها، والقعود روحنا هناك وذبحناه وصلخناه وعلقناه معنا حطناه في الحوض، الحوض اللي على جنب البعير. الله. وجينا ماشي وشدنا من اللي صباح وعشانا فسفل سر بعل حول حاضر، شدنا من حاضة وعشينا من تحت جرير. طيب في النهار ما يلحقكم تعب؟ يلحقنا تعب لكن نحن في الشتاء وراكبين في ظهور الركايب. هنا. والبل تمشي وما مشانا على كائفنا، ما هي بتهج مثل ذا الحين ولا. هنا. كنت أمشي نعينت شجر ونعينت شيء ترعب. طيب المجرور تشونه ولا تطبخونه؟ لا نطبخه معنا من ونطبخه. نطبخ حلو حلو ونطبخه في حليب أمه. الحمى حلو. اي بالله الحمى زين ذاك الحين عندنا أزين من لحم الصين. بعد بتاكل مجرور الحين؟ الحمد لله رب العالمين. الله نحمد الله عندنا الحين في خير. اللهم لكن يوم تذكر عيشتنا الأولى نعتبر إنها 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 عندنا طيبة. اي والله. الله الله. ورحنا ويوم جينا في الحزم. وين وركتوا؟ وين جيت؟ وين جيت؟ ورا الهض. وين جا طريقكم معه؟ جا طريقنا حولنا من عند الدسمات. هم جينا من عند خشم الباقر. هم لقطنا شرب الحمراوية الحمرانية. نعم. هم قطعنا قمرة. هم من عند أبوك عاد. كلها دهر ذي؟ كلها دهر. طيب كان فيها أشجار وكان فيها أشجار لكن دهر ما وقت. نعم. فيها أشجار لكن جا الليل وعشانا قامت البلتة اتعرش من الشجر. ويوم جينا للحزم فلحقنا مخضار وقاعن على أول ولا لحقنا العش بلين حولنا في الركا. يوم جينا الركا وش اسمه العريف فلحقنا العشب ويوم قد حين عنده ضيبة الملعب في السرة وقرب العيد ما عدون العيد اليوم قال خويي وش رايك خلاص يوم جيت هناك ما عاد به تعب ولا ضمى لا عاد تعب ولا ضمى
اي نعم. والبن شبعته عشب ما شاء الله. ويجي لعب ليالي العيد يجي لعب. تجتمعون؟ نجتمع ويا قصايرنا واللي عندنا ويام ما عندنا العيد الا يوم. الله يهداك الناس يصلون. قال خوي احنا ثم الحمد لله رب العالمين. هنصلي وقت الصلاه ونلعب وقت اللعب. طيب. قال خوي ما عندنا فطره. انت بتروح تشتري لنا فطره ولا بتجلس عند البن من صبحه؟ جماعتنا في صبحه. وقلت انا اللي بروح ولا بدراهم ولا بشيء. جينا عند راعي دكان وقلنا يا راعي الدكان يقالها ابن حمد ما عندنا فطره ونبغيك تبيعنا فطره بمهلا. وبعنا لنا حب وقسمته وكنا ذي الحين. عرفت العرب اللي اعطيته المساكين اللي اعطيته كنا ذي الحين. كم مدن اعطيته عرب ومدن اعطيته عربي مدن اعطيته يتمان ومدن اعطيته لعجوز النقطه. دين فطره ودين فطره ودين لكن ما فرعنا كون قد قضانا هو بايعنا دين. ما يعرفكم هو؟ لا يعرفنا. يعرفكم الله الله واعطانا فوقه ما شاء الله الله. وعقب ما فرعنا. طيب من اللي علمكم بالعيد؟ من هو؟ العيد كيف درته؟ احنا من جيز الناس ونعاين القمر بس ما نشوف الا القمر. الهلال. الهلال نعيد نصوم على الرؤيا ونفطر على الرؤيا. ما في روادي وما في شيء. ما في روادي ولا بعد روادي. والله نقلب روادي عند الناس لكن مين معنا كلنا. بعض المرات نعلم بالفطر قد حين في القايله وفي الضحى. قد حصل عليك الموقف؟ اي نعم حصل واجد. طول سنين يحصل على هذا الطيب. يعني يفطرون الناس و يفطرون الناس وحنا ما درانا لا معنا لا رادوا ولا. طيب توفرت الروادي ذا. طيب كم اخذتوا في الشتاء؟ انتم تصوموا في الشتاء؟ يا تسع يا ثمان يا تسع يا ثمان. هم بدانا في الحر. رجعتوا للجنوب وصمتوا تسع؟ رجعنا للجنوب قمنا نصوم حين ما نروح النجد الا بعض الازمنات. نعم. الله الله لما جاتنا الدور وطاح الربيع على نجد بامر الله الربيع دائما على نجد بامر الله. الوسمي. الله الله. بالوسمي والربيع الله الله. علمنا يوم صمت في القيض. صمت في القيض وفي الحراره. وحنا نصدر عند صوب بني حراضه وصوب الشفا وفي قيض ولا نعطي الا غب وربع. شلون غب وربع؟ يومين؟ يومين. لكن ما نصل ذيك الدير. الغب يوم ورا يوم. ورا يوم. والربع يومين. الله الله. اللي بيسمع يحس منها اربع ايام. لا لا. طيب. الله الله. ويوم وردت اخر صعوبه قد جاتني يوم وردت يوما على العين هم لا للحوض طريق ولا معي لا حوض ولا دلو. وانت صايم؟ وانا صايم. وضميان؟ وضميان. ويوم شفت مالي حلت صحت في قحطان صيحت قويه. كيف صحت؟ والله نقعت في الصيحه. سمعنا. يا عوال الشايب يا عوال ابوه يا عوال قحطان ترى وعر الرجاجي. قلت انا ضميان ولا معي زانه وبلي هالكان. وكل تنازعوا الرجاجيل للدلي وقاموا يصبون لها وراوي الحلال كله هبلي وبلهم ويوم قد هي معطنا والله معي مثل الفشل شويه يوم صحت علشان الظما ونرتش بالماء وثيابنا دامت ثيابنا على هاماء يبردنا لماش نشفه الثياب لحقنا الظما وخذنا هم الارعى الرحول ما قبل العالم من تحتنا من تحت مع اسفل العين راعي ذاك الرحول اللي يشربها وقفاها اما 20 ولا 30 دقه من البن ابل ما بعد شفت مثلها مجهيم مجهيم وتاليها وراه ويوم اقبل عليهم اليوم صاح صياح ما هو بصياح. الله الله. وردوا المسلمين كني هذا الحين ما خابر منهم على المجاربي وناس من الخميسه هم اللي ردوا للدلي ابشر بالسعاده ابشر بري ابشر بالسعاده ابشر بري كلهم قام يصب وقوم يتطمر في المغرى بالبن لاثفانهم. الحين صياحكم ذا يعني انكم حالكم عشان الصيام حاسين بالظما؟ حاسين بالظما والرجال ذا ابله ظما ومقطعه ومفرعنه جاينا الله اعلم انه جاي من طرف بعيد. الله الله. دمناني من ال دمنان. نعم. اسكو اسكو يا امره ويا تبله. فيشتروا يا المجاربين منه فحل قعود. بثنتين سناينه والله كان هذا الحين مدبروا بها. بكار. بكار. ما هي بكار غير قد هي اثنى ولا ربع ولا والفحل والفحل ذا جروه وصدروا به معبل. الله الله. هذه مسلوبات. المرة الثانية صدرت ويوم قدني رمضان ثاني مو برمضان هذاك في صفري في صفري وعلى نحر في صفري وقدني حول الشافيان نحك هرالة وزانتي فوق القعود فوق الركبي
والماخوذ شروده ومقيده. ويوم اقبلت عليه ذاك المرة وانا ابغى اقرب ورد. هم اللي مدبر. هالغفة هم اللي منقطع قياده. وش وقتك؟ عقب الظهر. عقب نقوم تقيل في الشجر واخلي البل تمشي وهو يباريني وما يروح من البل، لكن لا بغيت اطق. والذهاب فوقك؟ والذهاب فوقك كله. طيب معك بندق؟ بغيت بندقي معي وبغيت اذبحه وما لا ذبحت العام. ليش اسوي؟ من عاد يشل؟ وش تشل الذهاب عليه؟ يوم جيت فسفله شعبني يحول علي من صوبني تقوره غيبت الشمس ما بعد غابت الشمس فاسند بذيك الشعب هو وياه يوم لك عليه الشعب بهزنده هزرقه لاني قابله قد وضعت البندق وشو وش قضبته به؟ قبلته بذنبه الله الله هم ميلت به ويوم بغى يطيح دليت يطيح على القربه ها امسكه ويوم وقف هزمه بالخطام هم تنوخك وش حزتك؟ زويت ذنبه لين رد راسه علي. ايام مسكته وش وقتك؟ غايبت الشمس ولا بعجل الفطر. ما شاء الله. اي نعم. وفقك الله عليك. وياك. هذه من اصعب ما قد جاني وارتعت. زدك ضميان ايام مسكته؟ اي بالله ضميان. طيب الاكل اللي عندكم ذاك الحين وش غير؟ ما في اكل غير اللبن البل. لبن البل كم تاخذ؟ كم تاخذ انت وراها وصايم وتشرب لبن؟ طول صيامي وطول دهري طول لما وردنا على العين فيه دكيكينات وفيه بلا خذانا لنا شوية مرز ولا شوية حتى الطحين ما بطحي. طيب الصيد ما فيه صيد؟ فيه صيد فيها رانب فيها رانب وضبا والله ما عاد لحقنا على وقد انسحت منا قد هي بعيد منا صوبه. كان فيه ضبا عندكم؟ اي كان فيه ضبا. طيب عاد لحقنا على هذا. طيب اذا جاء مثلا السحور تسحرون ولا وجبة واحدة؟ الا لما جاء السحور دورنا على البول وتسحرنا منه. كيف تدرون بالسحور؟ نعرفه بنجوم. نجوم الله الله ماك نجوم تدل على الله الوقت هذا نعرفها بالنجوم نعرفها بالسبع ونعرفها طال عمرك بالجازاء ونعرفها بالثريا وسفر الصبح ونعرفها ب انباج الصبح يوم ينباج نعرفها بنجمة نجمة الصبح نجمة الصبح طيب هل الحين نجمة الصبح في كل لا لا ما هي في كل وقت ما هي في كل وقت بعض الاوقات ما في نجمة الصبح الله الله وش الوقت اللي ما فيه نجمة الصبح؟ والله اني ما اعلم فيها اوقات ما فيها نجمة الصبح في القيض ولا في الشتاء؟ والصيف ولا في الشتاء؟ النجوم اول ما تظهر علينا وتظهر علينا الثريا وعقبها النجوم تسترد وراها. نعم. الله. طيب هناك يعني تذكر مره وانت صايم يعني جاك غير مشقات ذي مثلا لما وردت ولا سافرت ولا ابدا هذه ما نحمد الله ربي كافينا. ترى اني لا اشتغلت الا عند ذؤدي ميم خلقت. رعبل. راعين وقاتل ميم خلقت ميم مات ابوي وانا عنده هو شديد. تشرب من حليبها وتشرب من ضرورة. حليبها لين رحت للوظيفة. متى رحت للوظيفة؟ رحت للوظيفة قصيت تبعيتي في شهر 10 عام 85 1385 الله 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 نعم. طيب وين رحت؟ رحت وتوظفت في هذه أول مرة تجي المدينة؟ الله الله والله أنا أول وظيفة. طيب كم أيام جيت المدينة وش وصفها لنا؟ والله أول ما وين قصيتها منها؟ ها؟ ركبت في البريد سيارة اسمها البريد نعم ومشانا من الأمواه وجينا في تثليث وشرانا يوم قد في وادي ابن هشبل وحينا لنا صندقتين عندها عرب او عشاش وحولوا اخوياي كل الرقد برا وانا معي انت في رمضان ولا ما انت في رمضان؟ لا ما احنا في رمضان طيب معي خرج وتوسدت الخرج وغديت في البطحه هذه وذرها بفلوس صبوا شاهي وقلت ماني بشرب الشاي قالوا هجال تبغي قهوه قلت لك انا جالس كان شرب زينه دله وذرها بريال اي أيوة والله ذرها دلت بريال ويوم صبوا لي منها فلا قبلتها القهوه ما هي بزينه كرمت منها اظهروا اخوياي على راس ابن سحيم والله ان كان هذا معه طيب ومعه انت يا الشايب فهد ابن سحيم من ميراث سلعه ورقدوا برا انا خذيت خرجي وتوسدته في ذا البطحه الزينه وذرها بعد بريال الناقه ويوم توسدت خرجي قلت حاسب يا ولد قلت وش حاسب؟ قال في القهوة اللي زينا لك والله اني يوم دريت ان ذي القهاوي اللي يقولوا وانا والله ما بعد جيتها ما تعرف ولا تسمع ولا بعرف ولا بعرفها ولا ركبت السيارة قبل ذاك اليوم والناس اللي دخلوا في الصندوق ذي ما تدري وشهم عنده دخلوا هذا رقه يسيون قهوته ويسوون هو يلوم واخويا يرقدوا برا وانا رقدت داخل فاعطيه ذاك الريال كاني مضيها من عيني في القهوة اللي ما شربتها وثل المرقد بريال البطحه بريال البطحه دي اللي انا في داخل الحجره طيب ويوم اصبحنا وصلنا داخل الحجره داخل الحجره ايه يوم اصبحنا وصلنا الفجر
شبع حياة فهد ابن سحيب الله في نفس الحجرة لا برا برا قالت طنع عليه وين قلت هل عندك قال حاسب يا ولد قلت وش حاسب قد عطيتك الريال البارحة قال لا في المرقد المرقد والله العظيم من أنا والله أنا ميك ريال لك أنت طعن في حق ويجي إيش اسمه شفرة ومحزم مليان الرصاص والله إن كان ذلحي محزم مليان الرصاص والبندق ما عاد معي بعتها يمني رحت طيب لا قالت واحد أخو له ذا اللي حاسب يا أخوي خل هذا بدوي ما تشوفه ما يشرب الشاي خله هو يا ريال يقول ريال يقول والروح يوم جينا في سوق الخميس فادخلوا في ذاك المطعم يشهد علي الله في هذا اللي اني ما اكذب عليه ما بعد جيت مطعم ولا ما بعد ذكت مطعم ولا جيته طيب. ويوم دخلنا هم الايام فرقوا علينا تلك الصحون اللي في هذا الادامات ويوم شفت الادامات دي الصفر هم الايام بغاين في الخراسي بغاين في الخراسي كمي كني بطرش وليوم عطوني تلك الخبزه فاقوا ما قرضوا من الخبزه من حروفها اليابسه ولو دام والله انه ما طخ فمي ولا ذكته ما تعرفه ما اعرفه ولا بعد ذكته ويش وعدس ولا ودامات عليها بطاطس وعلى هاي ادامات وعلى دام انه حمر انه يجعله في صحين انه اعطوني اياه واعطوني اعطوك اياه طالبه انت لا يفرقها على راعي البريد راعي البريد اللي فطرنا طيب الله الله نشرح يوم اقبلنا على قصر شدا قصر اسمه شدا في يابا قالوا عندك شدا ولا موصفيني هو اللي يقولون رق شدا الله الله انا قصر شدا ذا نعم موجود له الحين موجود حق على عصر الترك طيب ما حتى ما قشع ولا انا بابا موجود رحت لشدا فحولوا يوم حولت بخرجي في جنبي الخرج وش فيه؟ الخرج فيه عده اللي وفي ذهاب اللي وفي زهيب اللي والله ما اعلم وش وثياب فحولوا الحين عز انت الحين معز منك تروح من البداوه للوظائف خليتها ودعتها لي مع رجال من اله سعد وذلوا لي روحتها وجعلتها مع عمي ونويت اروح اتوظف طيب ها قمت عليه ويوم حولت قالوا عندها شده فاروح صوب شده ويوم مشيت على الجاده هم لا حول ولا قوه الا بالله هم لين بغاين في الخراسي من اول ما تخبر الناس ما عند يغسلون برا ولا مغير كل شيء عقب النطق واعترض السكه واقوم اسير على السك ولا الناس يوم يضربون علي بواري يا ولد يا ولد يا ولد يا مجنون يا مجنون احسب ان السكه غدت عندي ازين من ايش يا مهي طاره خليت ولو تمشي مع وسط الخط مع وسط الخط واشيل الخرجي هم لا ناطحني واحده من المشاعله اسمه طافر ابن محمد ابن شذية مستلم من بنقه مقدم على الامير ذاك ابن ماضي ابن ماضي نعم اي والله لو مستلم من بنقه ويسلم علي ويوم خلاصنا تسالمنا قال هفلحنا فلحنا عزبتنا في شده قلت انا ماني برايح لشده قال لي وش ماني برايح ما دربه بزينه ولا فوق بطني بيدي هم قال اعصب راسك وافلح ونمشي على ذيك الجاده واسعى ساكته لين دخلنا في شده ونجي عندنا شاي من شربه ما يسمع شربه الطيب ونجلس هناك واقص لي تابعيه واركب واروح لين وقعت في الخرج واجي عند ولد عمي اللي حلت انا وياه بلبل تده متوظف هو الله الله قد هو وظيف قد هو رقي ما شاء الله اي أيوة والله طيب واقوم عليه واسجل عنده واخذ سبعه شهور ورمضان وين جاء رمضان جاء رمضان حن عنده افطر وقعد فيه نعمته وفيه مكيفات فيه لا ابدا مراوح مراوح بدون مكيفات الله الله طيب من المروح اخذنا سبعه شهور نعم فيه قادر رحت جيت في قطر خذيت فيه ايام ولا عينا تسديد ونكتب في الخرج واخذ فيه سبعة شهور ويذكر لنا الضمية في الكويت واروح اكتب في الكويت طيب اخذ فيه 11 سنة طيب يوم جيت الكويت جد فيه تطور جد فيه طيب مكيفات شيء ما غير مراوح كلش مراوح مراوح ما نعين مكيفات الا في خطوة بيت الأم الشيوخ ولا مكيفات الله 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 ما غير مراوح طيب متى صمت في المكيف تذكر؟ صمت هنا يا عقب ما توظفت في الكويت فركبنا مكيفات وجاكم مكيفات صحراوي واستلمنا بيوت صحراوي ها؟ لا 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 ما هو صحراوي غير مكيفات فريون الله الله كم سنه ذي؟ هذا انا في 5 سنين قاعد في مكيفات ما شاء الله, الله. كم لها سنه الحين؟ من فصلت انا فصلت يوم ورد الثمانيه هو السبعين الجمس الثمانيه شريت لي 78 جمس فصلت وفصلت
طيب يوم جيت البل لقيت البل موجودة. اي الله الله لقيت البل، كنت اظهر مجاز وجيت البل وخذاتها وجعلتها مع عيال عمي وباكرتي الذلول. الله الله اجلاد موجودة ذاك الحين ولا مين موجود؟ لا ما بعد جات اجلاد عاد غير مات والله. الله يوفقنا وياك رب. والله شكرا يا ابو حسن على هالسوالف على الذكريات، ذكريات الطفوله. شكرا على والدك. الله يحفظك ويطول عمرك. والهدف من هالبرنامج ان الناس او الشباب الظاهرين الحين انهم يدرون وش الناس وش عاشوا فيه. اي نعم. الحين الناس الاطفال يحسبون الناس عايشين في مكيفات وفي قصور وفي رفاهيه وكهرباء. ما يدرون. وش يدرون؟ انت شفت فهذا الهدف من هالبرنامج انه يوضح للمشاهد خاصه صغير السن انه ان اباهم من اللي مثلك وفي سنك واكبر منك انا معاصره وايام حر وايام برد وايام شمس وايام حفا. كان الحذيان بعد ما في حذي ولا في شيء. لا في حذي. انت شفت وفي الليل نحفر في الارض نحفر في الارض. هم لقد معك قاعد انت فرشة على ركبيك تدفابه القاعد هذا في الشتاء. وفي القضية طويل العمر ما عليك الا ذوبك. انت سمعت تلبسه جديد. هم بس عقب شهر ولا شهرين تغسل لا وردنا على الماء بس ما نعرف الروش ذا ولا وتلقى بنان الرجال مغير موزر البل غسل راسه موزر البل ونغسل وجهنا موزر البل. الله الله الله. طيب ترى ان في احد الحين بعد بيغسل من الشباب وجهه من راسه من موزر البل ولا بيه؟ لا بالله لا بالله لا يشوفنا نغسل موزرها ولا لان كان حد مريض دلوه الناس يشرب وزرها او حليب. طيب بعد ما درت وعرفت الخطوط يعني درت انك مخطي ذاك اليوم يوم خذيت طريق السيارات مجنون. اي بالله درت اني مخطي. واللي اللي حببني اياها يا معين دير تمه بزانه اللي بغيت امشي معهم. بس حتى امشي معهم وسط الخط ما خذيت جنب يسار. لا والله اني امشي معهم مهناتي وينوي يضربون علي بواري. شكرا يا ابو حسن على هالمعلومات وذكريات الطفوله الجميله. لا شكرا على واجب الله يطول على هذا القناه الطيبه اللي تشجعنا وتعلم الشباب وتعلم طول عمرك الرجال اللي فيهم خير. شرواكم شرواك الطيب. ايه. اما انتم اعزائي المشاهدين في الشكر موصول لكم. تقبلوا تحيات الطاقم الفني وهذا مبارك سيف يودعكم فمان الله.